الابداع ده بسقف لنفسي. لازم كلنا بنسقف لك. ايه الابداع ده؟ حلو. صباح مهران النهارده مشرفانا منورانا بالكولكشن الجديده الخاصه بيها، وزي ما انتم شايفين شغل ملوكي، مش هقدر اقول غير كده. على فكره انا دايما بخصك بكولكشن جديد، يعني ما بحبش خالص اجي لما يكون معايا نيو كولكشن للشيف مدكور، والنهارده انا عامله كده نيو كولكشن كله، وخصيصا للكريسماس محضره يعني بيسز كده حلوه وراقيه عشان اظهرها في البرنامج عندك. ده شرف ليا وانا دايما بتفائل بيك، انت عارفه. وانا كتير كتير. طيب احكي لي كده، الفساتين فخمه جدا وتقيله. اوكي. استوحيتيها من ايه واستخدمتي فيها كم متر؟ يعني فساتين الافراح دي فيها كم متر قماش؟ بلا استيعاب، يعني انا ممكن اقول لك ان الخامات بتوصل معانا لاعداد اتواب كتيره جدا، يعني ممكن توصل معايا ل 200 متر از وان لاير، يعني اللاير الواحد 200 متر الطبقه. ممكن ده هيبقى الفستان وزنه كام كيلو؟ بيوصل 150 و160 الفستان؟ انت بتتكلمي بجد؟ هاند ميد، كريستال، جبار، تيول، عشان كده مش طب دقيقة واحدة بقى، العريس يشيل العروسة ازاي؟ مش لازم يشيلها خالص. عشان كده العريس هيشيلها ازاي؟ مش لازم خالص، الفكرة دي تيجي على باله. يعني كده انت عايزة بودي بيلدرز كلهم اللي طيب. الشغل بتاعك دقيق جدا. والديول بتاعت الفساتين مختلفة جدا، الفستان اللي ايرا كانت لابساه بتاعه يجنن. مش عارف ده انت مقصوص ازاي ده؟ شريف انا دايما بحب اشتغل، بحب يكون في هوية للفستان. يعني دايما كل الناس اللي بتتابعني وبتحب شغلي لما بيشوفوا ديزاينز بتاعتي بيعرفوا ان ده روح سماح مهران. انا بعرف على طول. بطور من بيزكس، من اساسيات، دايما بنتقل من ديزاين للتاني
ان انا اعمل فكره وروح بس استيل محافظه على هويه الفستان بالنسبه ليا اللي هو از كوين. انا دي بالنسبه لي من اهم الحاجات اللي بتميز سماح مهران ان هي انا بعرف حاجتك. تمام. يعني ببقى عارف اولا نوعيه الشغل بتاعتك، نوعيه الموديلات الملوكي اللي انت بتعمليها، ومهم قوي ان الواحد يبقى عارف حاجه الديزاينر. وعلى الرغم من كده انت بتغيري وبتبدلي بس حاجتك طبعا، وزي ما قلت لك قبل التصوير ان حاجتك عندي، ما بقعد اتفرج على الفاشن شوز الخاصه بيكي اللي قبل كده، بقالك سنين بتطلعي معايا. انا سنين في فساتين شفتها انت عرضتيها معايا من 6 7 سنين اكتر، لو او اكتر، لو اتلبست دلوقتي موضه اوريدي موضه. فاللي بيدفع عندك الفستان ممكن تقعد تلبس فيه اوقات كتيره. الفاشن بيستحدث بيتطور، وما بيكون فيه لاين بتاعي يعني خاص بيا، دايما بتبقى محافظ على الروح الحلوه اللي انت مكمل بيها دي. انا دايما عايزه اوصلك معلومه ان انا في اي ديزاين بشتغل فيه لازم يبقى كل التفاصيل الدقيقه الصغيره اللي موجوده وتعلمتها من سنين موجوده. صحيح. بس عليها بقى طابع زياده. صحيح. صحيح. وعلى ما اعتقد ان هو ده يعني مسمى ديزاينر. صح، هو ده الديزاينر الصح بالظبط، المصمم الصح. طيب تعالي نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل وتعقدينا بالحاجات الحلوه دي. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. 'سمح مهران لما بتيجي تعقدنا. ايه ده؟ لا يا شيخ ما تقولش كده. ايه ده؟ ما اقولش ايه بس يا شيخه؟ ايه رايكم؟ فظيعه. يلا عقبالكم. اتجوزوا وهي تعمل لكم فساتين الافراح والخطوبه قريب في الفرح. ان شاء الله. وتعمل لكم ديسكاونت على الشيمي. ان شاء الله. ايه ده؟ حلو؟ طبعا حلو. حلو زياده عن اللزوم. بحب اسالك قوي. حلو زياده. الكولكشن عالمي. ماتيريال مختلفة. الماتيريال حلوة. الشغل يعني تسلم ايد الناس اللي معاكي. بص انا بوجه شكر للتيم ورك. تيم ورك بيتعب، مخلص، دؤوب، عنده حس، بقى شبهي، بقى شبه جوزي شريف. الناس دول شريف هو اللي كل حاجه. انا عارف ان هو ما بيحبش يطلع معانا. عايز اقول لكم زوجها راجل محترم جدا، اصيل جدا، جدع قوي، وفنان جدا.
شريف دوره ايه في الكلام ده كله؟ ذا بوس الباص المستر مستر. بتتخانقوا على ايه؟ او لا خالص ما اقدرش اتخانق. انا اتخانق تسمعي الكلام لا اجرؤ الله اكبر لا طبعا ممكن يبقى ليه وجهه نظر مختلفه عنك ممكن بس وجهه النظر ولا انتوا ذوقكم زي بعض قوي. على فكره دايما شريف ديمقراطي يعني من الشخصيات اللي لما بنناقش كل اسمه شريف كده يا حبيبتي اكيد طبعا بثقه يعني ذلك هو فين موجوده يا شرف بنناقش الموضوع بمنتهى الاحترافيه. مفيش حاجه اسمها اي هاف سامثينج تو دو ومفيش حاجه تانية ما تحصلش. لا انت عندك فكر, الفكر ده متوزع على تيم كبير قد يكون اكتر من 60 فرد ميبي اكتر. يعني بتختاروا انت وشريف الناس اللي بيبقوا معاكوا ازاي, بالذات ان انتوا الاثنين كابل ما شاء الله عندكوا بزنس حلو انتوا واسم حلو بقيتوا خلاص سيني حاجتك تمام. بتختاروا اللي حواليكوا ازاي اللي هيشتغلوا معاكوا عشان يطلعوا لكم اللي في مخكوا؟ هو الاختيار بيكون صعب حقيقة, يعني ان انت تشوف ناس وتتعامل معاهم في مجالنا تقريبا يعني العمالة فيه يعني قد يكون كل التيم اللي معايا وصل لمرحلة الاحترافية يعني واضح. اقل واحد فيهم ممكن يفتح مكان لوحده وبيج نيم. يعني لما بيعملوا كده بتتبسطي ولا بتتضايقي؟ بص بصراحة. انا كان عندي من بداياتي خالص وانا في بورسعيد مثلا, انا بشتغل في المهنه دي بقالنا 19 سنه, فكان عندي بنات صغيره دلوقتي ما شاء الله عندهم لا بقوا عندهم مش هم على فكره رحم الله ان عذر نفسه صح. هم بيقدروا من خلال خبرتهم في مجالي يكون عندهم ذوق ينتقوا بيه من اماكن يعني, انما في ناس اوريدي موجوده وقدرت ان هي تاخد من خبرتي ومن شغلي, وعلى فكره دي حاجه بتفرحني جدا عشان تبقى عارف. الناس تتواصل معاكي ازاي؟ فيسبوك انستجرام وفتحة في بورسعيد والقاهره. ايوه قول لنا فيسبوك انستجرام الاول. سماح مهران كوتور على فيسبوك وانستجرام, بقولها كذا مره عشان حبايبنا العرب اللي بيشوفونا المصريين عايشين في الخارج وعايزين يعملوا اوردرز ويستوردوا الحاجات دي. شريف انا عايزه اقول لك حاجه فضل. انا من خلال البرنامج كل مره باجي اقعد معاك هنا في ستاب بتزيد, الناس اللي من بره اللبنانيين السعوديين الكويتيين كل الفئه او الجاليه العربيه اللي موجوده دي كلها بتتواصل من خلال وجودي في البرنامج. فيعني انا وجودي هنا معناه ان انا بيجيني حد من خلال يعني اذا يعني ان انا بمناسبه العرب تمام. انا لسه راجع من العبره الاسبوع اللي فات فكنت في السعوديه والعرب اللي سلموا عليا وطوروا معايا اكتر من المصريين. ايوه فانا متشاف كويس جدا وكلهم بقى بيباركوا لي مبروك بقيت في كرات الحياه واربع شرف لي وبقول لهم اشكركم. الكل متابع والكل بيشوف وعلى فكره يعني فعايزينهم دلوقتي يجوا يعملوا فساتينهم عندك. اكيد اللي بيشوفونا دول كلهم اكيد اكيد هيجوا وبيجوا اوريدي. انا عارف انتي فاتحه فين في القاهره وفاتحه فين في انا في الزمالك وفي بورسعيد في تو بارتيشن في قريه مرحبه وفي شارع الجمهوريه. وفي الزمالك فين؟ في ابو الفدا. في انهي حته؟ في ابو الفدا الرئيسي يعني 35 ابو الفدا 35 شارع ابو الفدا هيلاقوا سماح مهران اوريدي يعني الشوروم الخاصه بيك. احنا بنعمل لك دعايه انا حاسه علشان احنا هنا في قناتنا قناه الحياه هتلاقي ان احنا مهتمين جدا بالصناعه المصريه تمام, سواء الديزاينرز الكبار او الديزاينرز المبتدئين. احنا بنحب نطلع كل حد بينتج منتج مصري راقي. ده هتلاقيه عندي هنا في 4 شارع شريف. هتلاقي كمان استاذنا استاذ اشرف عبد الباقي في قهوه اشرف بيطلع الناس برضو اللي يعملوا مشاريع شباب اللي يعملوا مشاريع جديده. فاحنا قناتنا متبنيه انها تتطور وانها نكبر الصناعه المصريه, لان احنا وصلنا في الحقيقه المرحله كمان دلوقتي ان احنا الحاجات دي نحب نشوفها موجوده خارج مصر. ده دور مهم جدا طبعا. احنا محتاجين نصدر الحاجات دي, ما تبقاش جوه مصر بس, محتاجين نصدر عشان لما انتوا تصدروا لو انت عندك 60 عامل هيبقوا 200 عامل او 600 عامل صح. هتقدري توفري كمان عمله صعبه لبلدك من اليورو ومن الدولار ومن الاسترليني. فاحنا من لازم احنا كبرامج ان احنا نشجعكم ونطلعكم ونعمل لكم الدعايه دي. ومصر مليانه يعني صحيح. مليانه زخم في كل المجالات صحيح. تيجي نشوف الجزء الاخير. يلا بينا. يلا مزيكا. We'll be right back.
سماح مهرار النهارده شرفتنا ونورتنا بكولكشن كلها ابداع كلها فن. في النهايه بشكرك، وعايزه تشكري مين واحنا بنختم؟ بشكرك جدا، بقول للناس كلها هابي نيو يير، وبتمنى يا رب الخير لمصر يا رب. امين يا رب العالمين. سنه حلوه عليكي انت واسرتك، اسرتك الفاميلي بتاعتكم انت وشريف والعيله، واسرتك من الفنانين اللي بيشتغلوا معاكم عشان يطلعوا لنا المنتج ده، واسرتك الزباين بتاعتك كل الكاستمرز. ميرسي يا شريف، ميرسي، شرفتيني نورتيني، ودايما معانا في 14. ميرسي يا شريف، بشكرك. بشكر تحيه كبيره قوي للجمهور اللي شرفونا النهارده ونورونا. طلبه اعلام، اهلا، شرفتوني ونورتوني. ميرسي، ميرسي لفريده، ميرسي لسوسو، اشكركم. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. بقالنا كذا اسبوع ما بنختمش بنشيد الشارع، النهارده هنختم بنشيد الشارع. شكرا لكم، باي باي. مزيكا.